مرحبا بك سي حسام. سهرناك اليوم. انت ما تحبش السهريات على خاطر. ما يحبش بالكل. شكرا استاذ معز، هذه كاميرا حسام. باش نبداو باش نخصصوا اليوم كاميرا حسام اللي سبيسيال جبهه الانقاذ والتقدم، الجبهه اللي نهار الاحد صحت على ميثاقها التاسيسي ووثيقتها التاسيسيه. اول ما دخلت كاميرا حسام كانت في استقبال محسن مرزوق اللي رحب بنا زاده كيف كيف. ايوه اهلا جيريكت. قبل ما تفضل انت عندك برشا خدمه، راك مش تقول نقول لك مده هذه زي ما تغشوش عليه بركه. المفروض ما تغشوش عليه كما تقدر. اكيد مش باش يتغشوا، هاكم تفكروا مليح الكلام هذاك. نمشيو لشخصيه اخرى لقيناها في قسم مؤتمرات، لؤي شابي. كانت تفكروش عدينا الجمعه اللي فاتت في مؤسسين البديل مع الجمعه، كان تعرفوش تعرف من المودعين. من المودعين مودعين الولا. وفي نفس الوقت باش نفكركم بحاجه اخرى، كانت كرشي فما زوز رجال اعمال، واحد يقول له كلابي وكلابك والكلاب. هي. حكايه الكلاب. تتفهم بعد شويه خاطر كاميرا حسام تبعت محسن مرزوق في زاد لقائه بلؤي شابي ودار بيناتهم الحوار هذا. لؤي شابي اهلا وسهلا. كومو با ايفان؟ سي مون شيان. هاك عرفنا الكلب اللي في دار نجيب الشابي كلب شكون؟ كلب محسن مرزوق. خاطر فهمت شيئا؟ خاطر احنا نجيب الشابي في داره عنده كلب اسمه ايفان. ذكر فهمنا. ومحسن مرزوق كان حسب ما فهمنا من الفيديو انه يعرف مليح الكلب هذاك ويعرف مليح حتى العائله مليح. واضح. علاش؟ سي سون شيان. مازال عندنا في الحاله. سير عندنا مازال خاطر البدايه في جبهه الانقاذ كانت كيما بالضبط البدايه. كنت فكرش وسام بيسكو انت قلت نداء في نفس قصر المؤتمرات في فيفري يعني ولا جوان 2012 هكا 2012 وقت اللي الباجي قائد سبسي بدا وعمل الخطاب نتاعو ولنسى حركه نداء تونس. فاضل جزيري حاضر وفنون شعبيه كانت حاضره، وكما تعرفوا جبهه الانقاذ جات لانقاذ التوانسه من الاحباط ومن العرك ومن الخلافات ومن حاله التازم اللي موجوده فيها البلاد. هذاك علاش الاغاني اللي تم انشادها كانت مربوطه ياسر بالايجابيه هذه، كل نشوفوا لمحه على الاغاني وعلى الروح الايجابيه عند المغنيين. مر الكلام زي الحسام، اما المديح سهل ومريح. يا ايها الظالم المستبد واحنا وحونا واحا على مجرد حق بور زمر خش البحر ويطلق كلابك في الشوارع ويقفل زنازينك علينا وجاب اللمو في الدار وجاب اللمو في الزبانة دم القانا الترهيلان وديان. جئت في زمن الزجر، جئت في عز التعب، شلال عنف وغضب 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 وغضب. إيجابية كبيرة كما كنت تشوفوا. لكن وراء إدغار دافيتس اللي كان متغش شوية، فما كان أحد المنشدين من تالي وراء في الكورال كان زاد متفاعل مع إدغار دافيتس. غنشوفوه بالضبط خاطر زومنا عليه شوية. وغضب 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 دخل قوية لجبهة الإنقاذ والتقدم. باش نكملوا من مؤسسي الجبهة كان فما موجود سيد خميس كسيلة، كان من العباد اللي أسسوا الجبهة واللي ساهموا في الحوار. خميس كسيلة للأسف كان عمل أكسيدون صغير قبل بليلة نهار السبت قبل نهار الأحد اللي كان التاريخ التصحاح، إلا أنه نداو عليه في الناس اللي باش يصحوا على الوثيقة، وكان خميس كسيلة صح على الوثيقة. قولوا لي كيفاش الصور جاو. احنا نفتقد الحقيقه شخصيه بدات معانا من الاول بصراحه وكنوا لها كل حب، وبدات معانا وما زالت معانا وساهمت معانا في كتابه هذه الوثيقه، صديقنا خميس كسيلة. صح في بلاستو؟ اي اما هز صحته خميس كسيلة وعمل شويه فلوس.
نواصلوا مع محسن مرزوق. محسن مرزوق اللي كان خذ الكلمه الافتتاحيه من اول العشر شخصيات ولا 13 شخصيه مع المستقلين زاده اللي كانوا القاوا الكلمه الافتتاحيه. محسن مرزوق معروف وكان عنده برشا خلافات على الولاء الى الدرابو تونس الاحمر والابيض، وكان زاده ركز على الولاء للوطن. هتشوفوا من كلامه في اول دقيقه ونص بريسك من كلمته الافتتاحيه كان حكايه على الولاء لتونس. وتجمعنا باش نقولوا أنه ثم خمسة محاور كبار مش نخدم عليهم. أول محور لا ولاء للوطن. وقت تقول لا ولاء للوطن، وقت تقول لا ولاء للوطن يعني يلزم ضرب كل ما تشهد الحياة السياسية. لا ولاء للوطن. موزمبيقي سي محسن. المحور هي سلام. ما يسالش راسك. أبغيتوه مش تخش عليه تصور سي محسن كيف عديت الفيديو هذه. صحيح ولا لا؟ المفروض متغشش شوالي كما تقدر. باهي باش نواصلوا باش نختموا خلينا نقولوا بعبد العزيز القطي. عبد العزيز القطي طلع على السين وكان قدم بكلمه عنيفه وقويه وفيها برشا مشتجه نقولوا انرجي، كان عطيه كلمه افتتاحيه متميزه برشا. الكلمه هذه كان يتبع فيها رضا بالحاج بطريقه متميزه زاده كيف كيف. شوفوا تاثير صوت عبد العزيز القطي على رضا بالحاج كي يركز في عبد العزيز القطي فاش قاعد يقول. فترات صعبة وصعبة جدا، لأن اليوم فما تعثر على مستوى المسار الديمقراطي، تعثر على مستوى المسار الدستوري، أزمة اقتصادية خانقة، أزمة اجتماعية خانقة، تداخل بين الدولة وبعض الأحزاب التي أصبحت تتكيف بالانتدابات في المقابل من أجل خدمة مجموعات الأشخاص لا علاقة لها بالمسرح الوطني. شو 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 اريد ان اقول ان المجابه بدات العمل وهنا يكفي. هون سي رضا، هون هون سي رضا، هون بالله مادام قبل ما نختموا الحسن مادام نحكيو على جبهه الانقاذ احنا كنا باش نحكيو عليها محور كامل، لكن بالله في دقيقه فسر لي. مازال عندك؟ ما عادش عندي. بالله فسر لي، بالله فسر لي. شوف التصريحات هذم الكل، زواج عرفي وتوافق هجين، محسن مرزوق، تداخل العائلة بالحكم، تداخل الحكم بالعائلة، محسن مرزوق، نداء تونس مرتهن في يد النهضة، رضا بالحاج، حافظ قايس سبسي يظن أن بقاء سياسي تضمنه النهضة، رضا بالحاج، النهضة متغلغلة في مفاصل الدولة، سليم الرياحي، النهضة تستخدم في الفقر، سليم الرياحي، النهضة توظف في 1300 جمعية خيرية، سليم الرياحي. يا أخي جاوبنا 13000، جبهة هذه لإيجاد حلول والإنقاذ كما تقولوا والتقدم أم لمواجهة النهضة وجبهة النهضة؟ إيه معناتها وأنت تحب في الوثيقة التأسيسية وفي الخطابات نتاع الواحد يعطيوك الحلول والبرنامج والمستقبل والاستراتيجية، هذه وثيقة معناها احنا من شوف أول حاجة ساعة في الدقيقة ولا ما نجم مازال كمل فسر لي علاش الهجوم هذا على النهضة والاستثمار. أنا متفق معاك أنه معناها يجب تفادي أنه تركيز على منافس سياسي ولا خصم سياسي، معناها سي كونتر برودكتيف، ولكن كم احنا 13 واحد معناها مانيش باش نقسم الخطابات نتاعنا كل واحد اش باش يقول، كل واحد قال اش في قلبه، ولكن اعتقد انه الحساب والتقييم يتم على الوثيقه التاسيسيه، في الوثيقه التاسيسيه ثم الا النقطه الوحيده تتعلق بحركه النهضه على اساس انها منافس سياسي، وطبعا ليس معناها خطاب استئصالي ولا اقصائي، فقط هو تميز على حركه النهضه فقط. عقل ياسر عجمي على الاخرين انت على حركه في حركه على حركه النهضه في خطابك على حركه النهضه. شو انا مش هذا مش هذا اللي كنا نسمعوا فيه من جبهه الانقاذ. غدو عندي حوار مع سليم الرياحي نسمعوا اكثر يعطينا اكثر تفاصيل اكثر على التوجه هذا. شوف تو معناها انت المودراتور نتاع الجبهه بقطر النهضه. لا 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 مخي وضع من حركه النهضه ويعرفوا الاولاد وصوت ضد حكومه حبيب الصيد لان كانت فيها حركه النهضه. مانيش مش المواقف نقصتني، ولكن اعتقد انه لازمنا نتجاوزوا تو الان نتجاوزوا التشنج بالحياة السياسية. التنافس باهي ممتاز، ولكن لازم يكون تنافس قائم على برامج وعلى رؤية بيه. مش فقط على ايديولوجيا وعلى خطاب سياسي. شنو رايك؟ لكن وللاسف مش هذا اللي ظهر. هذاك نجم تقول انا العاقل فيهم، العاقل فيهم جانا اليوم في السياسة. في السياسة ما نلوجوش على نواياك. السياسة شنو اللي في الاخر ولا امر باين عند الناس، اللي ظهر عند الناس، اللي شافوه الناس، اللي فهماته كل العقول. يعني اما عندكم مشكله نتاع خطاب من الليله الاولى، ولا راك انت توا تقول عندكم خلاف داخلكم، مش مشكل. انا تقول حركه النهضه منافس، شنو هذا تسمي الماء نشربوه؟ طبعا. طبعا حركه النهضه منافس، لان احنا مع بعضنا في نفس الحزب، والمنافسه هي اصل الاشياء في السياسه. ولكن حسب رايي بصراحة حسب ما شفت أنا
مانيش المدة الأخرانية عندي مدة مانيش برشا مهتم بالصراع الحزبي وكذا، وتصور مشكلة البلاء تتجاوز الحزبيات. اللي تعمل بصراحة في الجبهة هذه فيه برشا ما نعرفش مصدقين روحكم ولا لا، وفيه برشا أن نفس الناس تحكم على النوايا انت ودي لا مع النوايا لا لا تتسائل على النوايا. ما نحكمش على تعرفني ما نحكمش على النوايا، تعرفني نتحاور معاك يوميا ومع كل طبعاً الاطراف طبعا بكل احترام طبعا وبكل انفتاح، ولكن اللي شفته انا اللي ما يصدقوهش الناس كي يشوفوك البارح مع النهضه وغدوه ضدها، لومكم على نداء تونس كون متحالف مع النهضه معناها اولا انا نحبذ أنكم تقولوا يتحمل كما سي عبو ولا كما المعارضين الأخرين يقولوا أحنا الأحزاب الحاكمة تتحمل مسؤوليتها أنها تجيب نتائج، أما يتحالف ولا ما يتحالفش هذه مولت معاش مشكلتكم. حاجة أخرى أنتم تعرفوا سواء مانيش باش نسمي الأسماء كل زعماء جبهة الإنقاذ، وهناك من في جبهة الإنقاذ وبعض الناس معاه الآن في الحكم مازال جزء منهم وفي الدولة، لأنهم ما زالت العملية كل يوم ولا فما رأي. الحياة السياسية والتوانسة ما ينجموش يصدقوك إذا تبدل رأيك كل يوم. خرجت من نداء تونس أوكي، عملت مجموعة أوكي، قعدت في الحكومة أوكي، زد بدلت، يعني سترو رابيد سريعة ياسر العملية. أنا نقولك أدعوكم إلى أنكم معناها في هذه اللحظة إذا نسمح لنفسي، لأنك أنت تسمح لنفسك تنقدني، أدعوكم إلى أنكم راهي وضع الدولة ما عادش يسمع بالكويكلي هذا بالتبديل السريع كل يوم. وأنا نتصوركم نتنبأ أنا شخصيا بأن شق مهم جدا في الجبهة هذه سيعود للتحالف مع نداء تونس والنهضة. أنا أتنبأ لكم ذلك. واضح. باهي سمح لي. باش نعطيكم 30 ثانية زوز. مانيش في الدولة. 30 ثانية خلي يجاوبوا. خلي يجاوبوا يتفضل. 30 ثانية نكملوا راه فضلنا نص الليل يا جماعة. هو راهو حتى التحول في المواقف السريعة راهو كنت قبل كنت تقولوا لي نداء تونس كان أخطر من السلفيين وتوا راكم متحالفين مع فرد 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 حكم. لكن معناها راهو فهمنا متفاهمين. لا ممكن نلتقى وقت المعارضة. شوف احنا اسمعني. ما كملت فرد. خلي كمل كمل. شوف ما أخطأنا في وقت كنا في نداء تونس. أخطأ زعمائنا وقادة الحزب متاعنا، نحكي على حركة مشروع تونس اعترفنا بها، خرجنا وقلنا جزء من المسيرة متاع نداء تونس في الحكم كان عندنا جزء من المسؤولية واعترفنا بها واعتذرنا لدى ناخبينا على ذلك. أعتقد أنه حتى في تبديل المواقف كما قلت فما شوية تبديل بقى. راهو شوف المشكلة فيش اللي التحالف مع نداء تونس ما بين نهضة نداء تونس أصبح الآن تمازج إلى درجة أنه ما عادش نجم نفرقه. لربما القيادة الجديدة نتاع نداء تونس فاقت بالخطأ هذا وقاعدة تصلح. لربما النداء الجديد اللي معناها يرأسه سي برهان مسيس يحتمل هو يعتقد أنه سيترو مانتنو من على الوجه الجديد نتاعو برهان مسيس. ما عادش نزيد أكثر من نص دقيقة. ما عادش نزيد فوق نص دقيقة. أنا في علاقة بجبهة الإنقاذ، احنا كل محاولات التشكل السياسي والعمل الجبهوي ما عندناش معها حتى إشكال، فقط قلقتنا حاجة واحدة. اليوم راو الأحزاب هي أصلاً أولاً حالة التنظم ومضمونية. اليوم حركة نداء تونس هي حزب مودع كل وثائقه لدى رئاسة الحكومة. نفاجأ بانه اصدقائنا معنا سواء في المشروع اللي خرجوا عملوا باتين دا وحدهم او بعض المنظمين مازالوا يستعملوا في الاسم هذا رغم انه هذا غير شرعي وغير قانوني. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه تقصد في سيخ مايس كسيلا وقطي هذوك ما سامحني يا راني نشعر بالحرج الاخلاقي كي نبدا نحكي عليهم لانهم اسبق مني في نداء تونس وناضلوا اكثر مني في نداء تونس. لكن نحب نقولوا حاجه، نداء تونس وحركة نداء تونس عندها هيكلة تمثلها أي في الوقت ولا علاقة لهم بمن حضروا في اجتماع في وسام في التوقيت في التوقيت. سي محمد عندك حاجة؟ يزينا فوتنا نص الليل سامحونا صارناكم معنا. شكرا سي سلاح قاعد غادي قيمك سي حسين مخذي بلاصتك. سي حسين الجزيري قيادي في حركة نهضة ناطق رسمي باسم الحكومة. سي إياد الدهماني عاود طلع علينا برشا بالله نعرف انك فرحان ياسر بقناه التاسعه ما يسالش عود تطلع علينا. ما عندوش ما عندي حتى مشكل بالعكس كل ما توجد قالوا لنا ما كنتوش فرحانين بينا ياسر الحكومه في هكا يوصل لنا. نحب نفرحوا بكم؟ مش فرحانين بينا مش فرحانين بكم. يظنوا وسام السعيدي
سي صاحبي بن فرج سي محمد عبد، شكرا لحضوركم معنا الناس كلها. نتلقى غدوة 8:30 في حوار خاص مع سيد سليم ريح رئيس الاتحاد الوطني الحر ورئيس النادي الافريقي. من هنا الوقت نتمنى لكم اوقات طيبة على قناة 9. صباح الخير. يا وحشني رد عليا ازيك سلامات، انا احبك قد عليا والعمر في حبك فات. يا وحشني رد عليا ازيك سلامات، انا احبك قد عليا والعمر في حبك فات. وحشني رد عليا ازاي سلامات، انا حبك قد عنيا والعمر في حبك فات. سلامات 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 سلامات.